كما قلت في بداية النشرة معي ضيف النشرة السيد إدريس شاه الله اللاجي، منسق عام نائب بيت الإرث الثقافي التشادي. السيد إدريس السلام عليكم. وعليكم السلام السيد محمد حسن. ما المقصود ببيت الإرث الثقافي التشادي؟ بيت الإرث الثقافي التشادي هي مؤسسة يعني تكونت بتجمع مؤسسات كان عاديين، كمؤسسة المكتبة العامة والمتحف التشادي العام ودار القراءة اللي تسمى بكلاك وبيدرا، تجمع حاجات دي كلها اتكونت وتجمعت وسموها دار الإرث الثقافي التشادي. تمام. والهدف يعني الهدف من الدار ده يعني في اهداف كثير، بس الهدف المهم الحم يعني هي التطور والتنشير يعني كل ما يرتبط بالثقافة وبالتاريخ وبالإرث. ممتاز. نعم سيد إدريس، طبعا أم باكر يعني غدا عندكم تفتتحوا معرض ثقافي بعنوان مسيرة نحو الاستقلال، وطبعا نحن اليوم أعتقد يوم 9 أم باكر يوم 10 ويوم 11 هنحتفل بذكرى الاستقلال، فشنو خلاكم تفتحوا المعرض ده أم باكر؟ أظن أفتح باكر يعني في معرض في بعنوان يعني المسيرة أو التوجه نحو الاستقلال، عشان خلاص يعني الاحتفال باقي بس يومين يعني عشان نحتفل الاحتفال، وأحيانا الناس يعني الاحتفال يسوي السيريموني الأوفيسيال سند يعني تحت رياض وزارة الثقافة، عايزين يعني نوصف للناس بيكون في حاجات كمان ثقافية تاريخية يعني يرتبط بالقيمة الثقافية، عشان كده قلنا يعني لازم نسوي معرض، والمعرض ده يعني هدف عنده أهداف كثيرة وعنده أهداف أكثر، هدف تعليمية عشان دي يعني أهداف تاريخية وندورون وصف الجمهور التشادي بيكون يعني الـ 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 الاستقلال ده ما جاء بس يعني هي مرحلة تقريبا هي مرحلة وندورون وصف الناس في مراحل ده يعني في خطوات أكيد. يعني في خطوات بدأت قبل الاستقلال، في خطوات يعني تقريبا بدأت من كونفرنس برازافيل من سنة 1944 حتى جينا يوم 11 شهر 8 سنة 60، عايزين نوصف للناس يعني المرحلة دي كلها عشان الناس تعرف كيف يعني الخطوات اللي تكونت، والهدف الثاني عايزين نعرف يعني في الناس خام يعني شاركوا يعني إداريا عندهم دور يعني سياسي فكريا عشان تجي الاستقلال كأحمد كلاملا كصاولبا كرئيس طنبلباي، عشان كده قلنا يعني لازم الناس يعرفون ممكن بالاسم لكن الشباب لابد يعرف التاريخ، وعشان كده يعني عايزين ده يكون فرصة عشان يعرفوا الباركور عن الناس ده السيرة عن الناس ده، يعني ده الهدف الثاني من المعرض. جيد سيد إدريس، طبعا المعرض تفكوه عن باكر لكن يعني يستمر كم أيام ووين تفتحوا وين عشان الناس يعرفوا مكانه ممكن يقدروا يمشوا؟ تمام. المعرض تفتح عن باكر من يعني عن باكر الجمعة، لكن يستمر إلى خلال 8 أيام إلى يوم 17، والمكان يعني المتحف الوطني جنب الباليه دي كان جانفي، وما في جمهور يعني عنا جمهور عام يعني التلاميذ طلاب مدارس جامعات مثقفين ورجال أعمال يعني كل الناس لازم تجي، ومفتوح أصلا ومجان يعني مجان. بدون دعوات ومفتوح، والفترة اللي تفتح ده من الصباح لغاية بالليل ولا مفتوحة من الصباح حتى يعني الساعة 5 بالليل، 5 مساء 5 مساء إن شاء الله. نعم. وبعده يقفل بس لكن في خلال 8 أيام تقريبا، يفتح بكرة بس لكن مستمرة إلى حتى يوم 17. تمام. السيد إدريس، هل مثلا المعرض ده في صور كلها تعرضوا؟ نعم في صور، وفي صور يعني في صورة ومسيرة قلملا في صورة، وفي مسيرة يعني ثاولبا في صورة ومسيرة طنبلباي، وزايدا على ذلك عشان عندنا أرشيف ناسيونال في دوكيمان هنا الأرشيف يعني جاد اسمها شنو الليم ناسيونال كل حاجات يعني النشيد الوطني تكونت من متى، يعني في تاريخ حاجات سيمبول هنا الإطار كله كويس يعني، وفي صور. تمام. سيد إدريس كلمة أخيرة.
الكلمة الأخيرة يعني دوره يعني دعوة كدعوة يعني للجمهور، خليهم يجوا كتير يحضر، ويعني ده بيت نشوفه كسيرفيس بيبليك وبيت كلتشرال، ولازم ناس يجوا ويشاركوا، ولو في حاجة قاصرة يورونا يسولنا ريكومنداسيون. والهدف دي عايز يعني نعيش يعني الثقافة الجديدة دي، يعني الإرث الجديد دي يتكون، ولازم الناس يجوا ويشاركوا. إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله. شكرا.